جوري هي انتي؟ ايه اختي؟ يلا اختي تعي بسرعة. ايه في شي مسعودة؟ توليب خانم اذا اليوم ما عرفت بقصة ينال اكيد بكرة رح تعرف، ما هيك؟ بس شو رح نعمل وقتها؟ اكيد جاهدة خانم بتكون اتصلت فيها، مو كنتي عندها ما قالت لك شي؟ بنوب هي نامت من بكير لهيك ما شفتها. لك والله انا مليت وطقت روحي من القعدة على اعصابي. يولا ادعي لربك انه توليب تحن علينا وما تنزعلنا حياتنا، يعني بس لبين ما يطلع بابا من السجن. ما بدنا حنية الخانم، كان لازم نحمل حالنا ونمشي من هون. ليش لساتنا عايشين هون وقبلانين؟ ما عم بفهم. يي عن جد جنة البنت، العمى شو ناكرة للمعروف؟ شو صاير معها؟ أنا قايمة شوفها. أختي اسمعي، خلي عيونك على جوري، إذا بضل عقلة هيك رح تعملنا مشكلة، عم تفهمي؟ ما تعلمت الدرس، انت لا تاكلي همها. لا ما بظن بنوب، حكيتوا علي كتير بس شفتي طلع يلي عملته ولا شي قدامها، حتى بابا محبوس هلأ بسببها. اختي بس ما تكون توليب خانم حكت شي ضايقك، ليكون تصاميمك ما عجبوها. اختي شوفي احكي يلا. انا شفت عمر مع توليب. كيف يعني كيف شفتيهم؟ طول الوقت عم فكر كيف بدي راضي السيد عمر وهو مع الخانم، عم يبوسوا بعضهم. عم تحكي جد؟ شفتهم بعيوني سيلين. والله ما عم صدق هالحكي. طيب هنن شافوكي؟ ما كانوا بوضع يسمح لهم يشوفوني وانا هربت فورا. خلص اهدي. لك انا رح طق من هالشي، كيف تغابيت كل هالقد وصدقته؟ جوري انت ما تغابيتي، هو ما بيستاهلك. كنت غبية لما صدقته، لما قال لي انه ما كان عايش قبل ما يعرفني صدقت. ومجد نبهني قال لي عم يتسلى معك وبالاخير رح يتزوج الخانم. نعم اذا صح. لك انا كيف كنت غبية كل هالقد؟ ما بتتخيل قديش بكرهك. ورح دفعك الثمن غالي. أول موعد لحضرتك الساعة 11. قليلي كيف وضع البيت يولا؟ من أي ناحية دكتور؟ يعني قصدي كلكم رايقين هالفترة؟ لأنه من زمان ما شفتها لجوري. قليلي كيفها؟ ايه الحمد لله، توليب خانم مغرقتنا بكرمة وكلنا مناح، وجوري مبسوطة ويمكن رجعت تحكي مع مجد. كيف يعني؟ ما عندي علم بنوب لأنه أنا ما سألته، بس يعني شو بعرفني؟ أنا هيك حاسة عمر بيك. انتي شو عم بتقولي؟ بعد كل شي صار بيناتهم؟ لو تعرف حضرتك هاتنين شو مرق على راسهم بهالعمر. المهم هلأ بتأمر بشي؟ روحي. فقدت أعصابي وما تحملت. جوري انت مامي على عيونك لأنه ما عاد شافوا الصح. لنفرض إني ميت أو مو موجود أصلا، معقول ما بتفكري بعقلك؟ أنا كمان ما كنت عايش قبلك. توليب خانم وعمر بيك على الصفحة الأولى بالجريدة، كانوا مع بعض وقضوا ليلة رومانسية ورايقة بالمطعم. يا عيني
صباح الخير. ما فيني بعد عنك. شو عم تقول انت؟ اكيد ما عم تفكر انه نصير اصدقاء. وليش حتى ما فكر؟ مجد انت اكيد جنيت، نسيت انك خطفتني وحطيت سكين على رقبتي وضربتني، عيشتني كابوس رسمي وجاي تقلي نصير اصدقاء بعد اللي سويته؟ صحيح خطفتك، بس أذيتك شي؟ أذيت حالي إذا بتتذكري، بعدين لا تنسي أبوكي أنت كان السبب بموت أبي أنا. عاتبتك على هالعملة أنا؟ ها؟ تخليت عنك أحكي؟ مرحبا. أهلين عمر بيك. يا ترى جوري موجودة؟ مجد حل عني، أصلا خلاقي بروس مناخيري ومالي خلق للأخذ والعطا تبعك. ايه تكرمي، بس بدي يا جوري تتفرجي على الصور اللي أخذوا لي اياهم. شوفهم وبتمشي. ماشي. جوري، في مجال نحكي شوي؟ في عندي شغل. ما بعطلك بس دقيقة. عم بسمع. أقول لو حدنا عن جد عندي شغل، وإذا حضرتك جاي لعن طريب خانه ما بتعرف وين مكتبه. سمعت شو قالت لك؟ أصحك تتدخل. يا سيدي رح اتدخل، يلا فرجيني شو بدك تعمل. لك شو عم تعملوا أنتو؟ روح على شغلك. دقيقة واحدة بس. نعم جوري. شوفي انت، شوفي. بصراحة انا ما عم بفهم شي من تصرفاتك، شو صار لك؟ قيمتك عندي مختلفة كتير عن قيمتي عندك، وشفت هالشي بعيوني. كان لازم يصير هذا الشي مشان يرجع عقلي لراسي. لو سمحتي انا ما عم بفهم ولا كلمة من الشي اللي عم بتقولي هلأ جوري. ممكن توضحي لي كلامك شو بتقصدي فيه بالضبط؟ ليش في لزوم لحتى اوضح اكتر؟ كل شي صار واضح. كيف يعني كل شي واضح؟ جوري ليكي انت طلبتي تنفصلي عني، وانا احترمت طلبك مع انه سخيف كتير بالنسبة الي، بس تصرفاتك وبعدك هي مو انت. شو اللي صاير جوري؟ انا اللي عم بسأل حالي شو اللي صار. عمر بيك، حضرتك بتكون صديق الخانم وانا بس موظفة هون، مو اكتر. خربطت حياتي بما فيه الكفاية، لو سمحت لهون وبس. جوري، طلق.